أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كما وعدناكم كل مرة نجيب لكم فيديو جديد. اليوم هذا الفيديو جديد، احنا صورناه من واد نعناع، كان بينو لكم إن شاء الله. هذا هو المعندوس للأجواء ديال رمضان، الناس اللي كيبغيو يديروا الحريرة. احنا من قرب الحادات كما كتشوفوا، هذا تبارك الله كيقول لك السيد ما في لا مبيدات لا والو، لانه طبيعي كما كتشوفوا. والله الله حش منه هذا الطرف، يلا باع هذا الطرف وقال لك مشى للدار البيضاء ان شاء الله كما كتشوفوا. هذا ما عندوش كما تشوفوا، غادي يمشيو ثاني ليه، غادي نشوفوا الربيع، حيت ضروري الحريه كتبغي المعندوس والربيع والكرافس كما كتشوفوا. هذا الربيع كما كتشوفوا، والله هذا الجاي يلا غيكون موجود ان شاء الله في الاخر ديال رمضان. هذا ان شاء الله الريحه ديالو عاطيه ما شاء الله. كما كنوعدكم دائما نجيب لكم الجديد. وحنا كنتواجدوا في جماعه واد نعناع اقليم سطات كما كتشوفوا. هذا هو الكرافس. هاد الكرافس راه عندو واحد المنفعة كثيرة، لا في الحريرة ولا مزيان تال الأعصاب، كيكمد كيزكي الأعصاب. علاش واحد كيشرب الحريرة وكيدخل كما كتشوف. والله طلعتو عاطي الكرافس ما شاء الله ما شاء الله، خير موجود، كل شيء موجود. وهذا الربيع هو واصل، هذا الربيع واصل لأنه هذا موجود للبيع إن شاء الله. وهنا ان شاء الله هذا غادي نديو منه ان شاء الله، باش هنا اليوم غادي نديو منه باش نديرو ان شاء الله الحريره اليوم. هذا فرنسا، هاد الزريه هادي دابا مستوى دابا فرنسا. فرنسا هي دابا كلشي الحمد لله والشكر لله. كما كتشوفوا كان دائما وعدكم بالجديد، ودابا غادي نمشيو ثاني نضربوا واحد الدور حدا النعناع. هادشي كلشي كاين هنايا في واد النعناع، واد الخير موجود كما كتشوفوا. وهذا قمح، شو تبارك الله السبوله قداش، بارك الله فيكم. حش شويه، يلا بدي معايا. هذا هو جاي، هذا قزبر هو جاي توا ان شاء الله بغا يكون موجود في النص. 15 16 17 غيكون موجود ان شاء الله. هذا مع الاخير ديال الشهر هذا كيكون موجود توا ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، كما كتشوفوا هذا النعناع تبارك الله، العين عاد تبارك الله. ما نقولش لكم الريحات والنعناع تبارك الله، هذاك الصغير كتكون فيه واحد الريحه زوينه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم، واللي دخل معنا جديد ما ينساش يدير لايك واشتراك في القناه، يزيد عملوا يحفزنا باش كنجيبوا لكم جديد. بارك الله فيكم وتحياتي لكم، وكنشكركم بزاف لانكم كتبعوا معنا. كما كتشوفوا الصوره تبارك الله، ها الربيع قدامه الكرافس قدامه المعندوس. تحياتي لكم.